السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نبلش نحل مسائل، بعض المسائل اللي هو تشابتر 11. السؤال الأول بدي إياك تكتب له وصل ساندر وستيرك سمبل، معطيك هو الـ L والـ S. مثلا A معطيك L سمبل، يعني بنعرف إنه الـ L لما تكون، طبعا إحنا أعطينا لما تكون كابيتال L، صفر بتكون الرمز S، واحد بتكون كابيتال P، اثنين كابيتال D وهكذا. فبما انه عندك ال L هون بتساوي صفر، اذا الرمز المفروض يكون عندي S كابيتال S، وهياته احنا حطيناه هون. الان كابيتال S 5 على 2، طب احنا نشوف كيف بنطلع الملتبلسيتي. قلنا 2 ضرب S بلس 1، يعني 2 ضرب 5 على 2 زائد 1، اذا بتكون عندك الفاليو 6. اذا بيكون هو هذا الرسل ساندر لما يكون عندك الكابيتال L صفر والكابيتال S 5 على 2. خلينا نشوف هذا. هلا هون الكابيتال L عندنا 3 مباشرة، لما يكون عندك 3 بيطلع عندك الرمز F. طب ال F 3 على 2، 2 ضرب 3 على 2 زائد 1 4، إذا هذا هو الراسل ساندر سمبل لهاي الكوانتم نمبر. طيب بقول لك answer the following question. The ground state, the ground term for D 6 tetrahedral is. طبعا انت عشان تعرف هذا الكلام بدك تحط الاجابات او التوزيع الالكتروني، يعني مثلا التتراهيدرال دي 6، اول شيء شو بدك تقول؟ التتراهيدرال معناته يجب ان يكون هاي سبين كومبلكس، وما دام هاي سبين معناته الست الكترونات بدهم يكونوا موزعات، واحد تحت، اثنين بعدين بنطلع فوق، ثلاثه، يعني الاي بيكونوا اثنين فيهم، والتي 2 اللي بياخذوا 3، ونرد نرجع نحط 1 بالاي. فالان بصفي عندنا كانه بهذا الشكل، خلينا نحط بس نعمل هون التمرين على التتراهيدرال دي 6. انا راح احطه هون على جنب. هلا هذا الدي 6 بده يكون عندك كانه توزيع الالكتروني بهذا الشكل. الالكترونات بده يكون في عندنا الكترون، هاي واحد هون، واحد هون، بعدين بتيجي واحد هون، كمان واحد هون، هاي كمان واحد هون. هلا صار في عندي خمسه، معناته انا محتاج كمان واحد هيا. الان وفقا لهذا الترتيب الالكتروني اللي موجود عندنا، شو بده يكون عندك الرمز؟ بتقول لي هذول ما فيش عندهم مشكله، لكن هون عندي المشكلة. هذا الترتيب ممكن يكون عندي 2 1 او ممكن يكون عندي 1 2، وبالتالي شو المفروض ياخذ الرمز؟ المفروض ياخذ الرمز اي اللي هي هيات موجوده عندي هون، اللي هو الدبلي ايش ديجنريت. طيب كم الكترون منفرد عندي؟ هي 1 2 3 4 زائد 1 5، اذا الرمز للجراوند ستيت للدي 6 في التتراهيدرال هي 5 اي. خلينا ناخذ واحد ثاني اللي هو بده اياك تاخذ الجراوند ستيت تيرم لهذا المعقد. اول شيء هون بدك تيجي تعمل اكثر من شغله، اول شيء بدك تحدد حاله التاكسد للنيكل. هون النيكل مثلا حسب ما هو موجود في المعقد هذا بلس 3. طيب اذا كان بلس 3 معناته بده يكون عندك، بتعرفوا النيكل في المجموعه بيجي اللي هي تامنه نفس مجموعة البلاديوم والبلاتينوم، وبالتالي طبعا بتعرفوا بده يكون دي 7، يعني عنده 7 الكترونات، لانه عنده 4s2 3d8 النيكل. فلما يكون بلس 3 بشيل الالكترونات تبعت الاف وبشيل واحد من الدي، فبصف عندك دي 7، يعني في عندي 7 الكترونات. وايش هذا المعقد؟ اوكتاهيدرال. اذا معناته بدك تقول لي انت هون في عندي شغلات ثانيه نعملها. اول شيء هذول بدهم يكونوا تحت في التتراهيدرال في الاوكتاهيدرال لما تي 2 جي، وفوق بده يكون عندنا طبعا المي، معناته بده يكون عندنا هاي سبين كومبلكس، وبالتالي بما انه هاي سبين كومبلكس معناته لازم يكون عندنا ايش؟ توزيع الالكترونات انه 1 2 3 4 5 بيجينا هون 6، وبعدين بده يجيني كمان 1 هي 7، هي صار في عندي 7 الكترونات. الان لما بدي اجي اطلع الرمز الجراوند ستيت تيرم سمبل، باجي بقول هذولا ما فيش فيهم مشكله، هذولا ايكوالي اوكيبايد. هون في عندي مشكله، انه مش مشكله يعني، قصدي انه بقدر اعمل هذا الترتيب
بأكثر من طريقة، بقدر أعمل 2-2-1، أو بقدر أعمل 2-1-2، أو 1-2-2. يعني في عندي هنا تريبلي ديجنريت، عشان هيك لاحظوا شو أخذ الرمز، أخذ الرمز تي. الآن كم إلكترون منفرد عندي؟ هي 1-2-3 إلكترونات منفردات، إذا بده يكون في عندك الملتيبلسيتي عبارة عن 4. طيب ممتاز. الآن خلينا ناخذ اللي هو الجراوند ستيت تيرم سمبل للنيكل 2، ولاحظوا شو حكى لكم، لفري ايون، يعني بعدم وجود ليجند في الثيري، يعني لا اوكتاهيدرال ولا تتراهيدرال. وبالتالي شو لازم نعمل هون؟ بدنا نيجي نعمل اللي هو اذا متذكرين اللي هو الخمس دي اوربيتال بدهم يكونوا كلياتهم، هي 1 2 3 4 5. وهلا الالكترونات بده يجي عندك الكترون هون، بعدين بده يجيك هون 1، هي كمان 1، هي 5. طبعا بده يكون عندنا دي، لاحظوا هو اعطانا ايش؟ نيكل موجب 2، نيكل موجب 2 معناته عنده 8 الكترونات. بده يكون عندك هلا معناته هي كنترول، هي بده يجي هون تساوج، هي كمان 1، اثنين أربعة خمسة ستة سبعة، بدنا كمان 1، هاي كمان إلكترون، هاي صار في عندي 8 إلكترونات. ما تنسوش إنه هذا بده يكون في عندك هنا المالتيبلسيتي، طبعا الـ ML يكون عندك 2، بعدين 1، بعدين 0، بعدين ماينس 1، بعدين ماينس 2. هذولا نحطهم بهذا الشكل، هلا لما نيجي نوزع عشان نطلع ال فاليو، تقول لي هون في عندي الكترونين، اذا 2 و2 4، وهون في عندي 2 5 6، هون 0 بيجينيش اشي، شيل منهم 1 بصير 5، شيل منهم كمان 2 بصير عندك 3. اذا الرمز شو المفروض يكون عندي؟ بتقول لي المفروض يكون عندك كابيتال اف. اوكي، هاي كابيتال اف. طب كم الكترون منفرد عندي؟ 1 2، اذا معناته بده يكون عندك ايش القيمة؟ المالتيبلسيتي 3. إذا الرمز معناته هو تريبلت اف، وهو هذا اللي موجود عندنا. إذا بتلاحظوا عندكم هياته التريبلت اف للفري ايون. طيب بنفس الطريقة بده اياك هون تشوف هذا السؤال، بقول لك classify the following configurations as E، عفوا A E or T in complexes having octahedral symmetry. طيب يعني معطيك هو الجيومتري الموجود عندك، يعني معناته هون انت بدك تطلع لي ground state للكومبلكس في هذا الفيلد اللي هو الاوكتاهيدرال فيلد، ومعطيك التوجيه الالكتروني يعني مسهل عليك الامور، معطيك انه تي 2 جي فيها 6 والاي جي فيها 1، عشان هيك معناته انت بامكانك بما انه قال لك 6 ب1 معناته بده يكون عندك هلا هذا الالكترون، معناته في عندي هون 6، هاي 6 الكترونات هون، وفي عندي هون 1، هذا بدنا نشيله مش موجود. هذا هو التوزيع الالكتروني اللي بحكي فيه، اذا هذا هو التوزيع الالكتروني اللي بحكي فيه. طب شو الرمز؟ بتقول لي هذول ايكوالي اوكيوبايد. هلا هون اما الالكترون بيكون هون او بيكون هون، وبالتالي لازم ياخذ الرمز اي. طيب مني هاي خلص منها حالة، هاي الحالة الثانية عندك تي 2 1 اي 2، يعني بده يكون عندك هون هنا 1، وهي كمان 1 عندنا هون، هاي 2، وعندنا هون كل هذول مش موجودين، هاي بدنا نشيله، هذول الاثنين كمان بدنا نشيلهم. هذا التوفير الالكتروني اللي بحكي فيه الثاني.
اللي هو هذا التوفير الإلكتروني. واحد باثنين تيجي تقول لي هون هذول ايكوالي اوكيوبايد، فيش فيه مشكله. هون تقول لي هلا هاد الالكترون ممكن يكون واحد ولا شيء ولا شيء، او هذا الواحد يكون موجود هون يعني هون ولا شيء، او ما فيش الكترونات، في الكترون هون ما فيش الكترونات، او يجي هون وبالتالي راح ياخذ الرمف تي، هياته باخذ الرمف تي في هاي الحاله. طيب الان السؤال الرابع بقول لك identify the ground term from each set of terms. في عندك هاي المجموعه متذكرين لما عملنا الفينيديوم طلعنا له 45 مايكرو ستيت، وال 45 مايكرو ستيت نزلناهم ل 5 اتوميك ستيت، بعدين من ال 5 اتوميك ستيت اذا متذكرين اخترنا مين هي الجراند ستيت. طبعا وفقا لايش؟ اول شيء بناخذ الهايست مالتيبليسيتي، هاي القاعده الاولى، بعدين اذا تساوت الهايست مالتيبليسيتي بناخذ على الانجولار مومنتم. فهون في عندي مثلا في المجموعه الاولى في عندي هذول الاثنين، هذا الثلاثه المالتيبليسيتي وهون الثلاثه، اذا واحد واحد لا بتقول لي اذا معناته المنافسه بدها تكون بين هذول الاثنين اللي هو التريبلت اف والتريبلت بي. طيب ممتاز، هلا مين اللي اعلى؟ بتقول لي باجي بتطلع مين اللي له انجولار مومنتم اعلى، هون الكابيتال ال للاف ثلاثه وهنا واحد، اذا شو الجراوند ستيت بتكون؟ اذا التربلت اف. بنفس الطريقه هون عندك 5 دي 3 اتش 3 بي 1 جي، هنا العمليه بسيطه. ليش؟ لانه مباشره راح يكون عندك اللي هو ال 5 دي لانه هو هذا الهايست مالتيبلستي. اذا هيك بتكون عندك العمليه ايش؟ اسهل من سابقتها لانه ما فيش اعلى مالتيبلستي هي لل 5 دي. طيب السؤال اللي بعد هيك لك indicate which of the listed properties have the indicated property. يعني بدك تشوف المعقدات، عندك هذا المعقد وهذا المعقد، بده مين من هذول الاثنين له اعلى لامدا ماكس. وبدنا ننتبه هون هذا السؤال، بس بدك تاخذ بعين الاعتبار انه اللامدا ماكس مرتبطه بمين؟ مرتبطه بقيمه الدلتا. يعني متذكرين العلاقة اللي قلناها انه ال H او عفوا الانرجي بتساوي H في نيو بتساوي H في شي اوفر لامدا، وقلت لكم يميتها انه الطاقة علاقتها عكسية مع اللامدا. فأنا إذا بدي اللونجست أطول لامدا ماكس معناته بدي أقل طاقة. ليش؟ لأنه العلاقة عكسية. طيب متى بيكون عندك أقل طاقة؟ طب تيجي تقول أنا كيف بدي أحدد؟ بتيجي بنقول هون بنقدر نحددها على قيمة الدلتا اللي هو السبلتنج انرجي ما بين التي 2 جي والاي جي، لانه هذول اثنين اوكتاهيدرال كومبليكيشن. تيجي بتقول لي طيب هذا الليجند نفسه هون، لكن شو لاحظوا الاختلاف؟ عندك الايرون والروثينيوم. الايرون والروثينيوم، الايرون هو في السلسله الاولى من العناصر الانتقاليه، الروثينيوم هيفي ميتال، وقلنا القاعده كانت عندنا انه كل الهيفي ميتالز هم عباره عن لو سبين كومبلكسز لانه اللامدا تبعتهم بتكون عاليه. اذا معناته مين اللي بده يكون له لامدا عفوا مش اللامدا الدلتا، مين اللي بده يكون له اقل دلتا؟ بتقول لي الايرون كومبلكس هو الاقل دلتا، وبالتالي هو اللي راح يكون له اللونجست لامدا. اتمنى انه تكون واضحه. السبب بقول لك هذا لايت ميتال له سمولر دلتا، الدلتا تبعته اصغر وبالتالي له لونجر لامدا ماكس. طيب هلا بده الشورتست، اذا بده اقل لمده معناته بدك انت ايش؟ اعلى طاقه. بدك تيجي تختار من هذول الثلاثه اللي بيكون لهم اعلى طاقه. تيجي بتقول لي طيب هذول الثلاثه دائما بدك تشوف شو القوافل المشتركه، على فكره لانه مهم انك تعرف ايش الليجندات احيانا مش احيانا بياثروا. اول شيء الفلزات كلياتهم من عناصر الفلفل و كلياتهم فيهم اكوا كومبلكس، واحنا قلنا انه الاكوا كومبلكس كلياتهم ايش مالهم؟ هاي سبين كومبلكس، كل معناته الثلاثه هذول متوقع انهم يكونوا هاي سبين. بس لاحظوا في عندك هون شيء كثير واضح بيميز المعقدات الثلاثه عن بعضهم البعض، وهي حاله التاكف. بتيجي تقول لي التيتانيوم صحيح انه بيجي بالترتيب، بعدين بيجي فينيديوم، بعدين كروميوم، لكن اذا متذكرين لما اخذنا بدايه الفصل قلنا الفروقات في الحجوم في السلسله الاولى قليله يعني بين التيتانيوم والفينيديوم والكروميوم، لكن اتطلعوا حالة التأكسد للتيتانيوم بلس 3، الفينيديوم بلس 4، الكروميوم بلس 5. أعلى دلتا معناته بيكون له أعلى لمدة.
متأسف، أعلى تشارج معناته أعلى دلتا، أعلى دلتا معناته شورتست لامدا، وهذا الحكي حياته بنحكي. هذا المعقد اللي هو الكروميوم له هاير اوكسيديشن ستيت، أعلى حالة أكسيد له بلس 5، وكلنا مع زيادة اوكسيديشن ستيت بيكون إنه لارجر لامدا دلتا، وإذا كان عندك لارجر دلتا وبالتالي بيكون عندك شورتر لامدا ماكس. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اكسبلين ايتش اوف ذا فولوينج. ايرون هيكسا فلورو، طبعا هيكسا فلورو ايرون الناقص ثلاثة اف كلر، مش ملون هذا المعقد، لكن هذا المعقد هو ملون و اكزيبت اونلي ا سنجل باند ان ذا فيزبل، يعني له انتقال واحد في الفيزبل سبيكترا. اول شيء عشان تكون قادر انك تعرف ليش واحد منهم ملون واحد مش ملون، دائما اربطها في البدايه بالدي دي ترانزيشن، في البدايه دائما احكي الدي دي، بعدين اذا ما الدي دي ما اعطتناش الحل بدنا نلجا للتشارج ترانسفير. خلينا نيجي نشوف هلا الايرون مع الفلور. اول شيء هذا كل المعقد عليه ماينس 3، بما انه ماينس 3 معناته هنا الايرون موجب 3، هنا الكوبالت ايضا موجب 3، اذا الاوكسيديشن ستيت في الحالتين موجب 3 موجب 3. ممتاز. الفلور كومبلكس، الفلور كومبلكس طبعا بتعرفوا هو هاي سبين كومبلكس ولا لو سبين، قلنا دائما الاكس بعطيك هاي سبين. طيب ممتاز، لكن بدنا ننتبه لشغله هون. لما يكون عندك هاي سبين كومبلكس هون شو التوزيع الالكتروني للحديد؟ الحديد هو 5 دي 5 لانه هو في الاصل دي عند شيل جيم بلس 3، اذا دي 5. طب لما يكون عندك دي 5 هاي سبين شو قلنا عنهم هذول؟ الدي 5 هاي سبين اللي هم بيتميزوا بهذا التوزيع الالكتروني، خليني بس ارسم لكم اياهم عشان هاي واحد هون وهي واحد هون. شو قلنا عنهم هذول من حيث الدي دي ترانزيشن؟ قلنا الدي دي ترانزيشن في الاصل هم لابورت في الجميع في الاوكتاهيدرال، لكن هذا ايش كمان؟ هذا حتى سبين فوربيدن ترانزيشن في الدي 5. عشان هيك اذا الدي دي ترانزيشن في الحديد في معقد حديد لا هو لابورت ولا هو سبين، اذا وبالتالي هو توتالي فوربيدن ترانزيشن. عشان هيك بقول لك انه نو سبين الاود ترانزيشن في ار بوسيبل فور ايرون 3. عشان هيك المعقد نتوقع انه يكون كلرلس، نتوقع يكون كلرلس. بينما الكوبالت موجب 3 برضه بدنا ناخذه على اساس انه هاي سبين، قال لك في هاي الحاله بده يكون في عندك سبين الاود ترانزيشن. ليش؟ لانه ممكن ان يصير عندك انتقال دون التغيير في المالتيبلكسيتي. طيب خلينا ناخذ المركب التالي solution of chromium H2O كل 6 بلس 3، يعني الكروميوم هنا موجب 3 are pale blue green، يعني لونها فاهي، but chromate ion اللي هو هذا is intense yellow، واحد منهم لونه كتير فاهي بلو جرين والتاني اصفر شديد الصفرة. نرجع للدي كونفجريشن في الحالتين، هون الكروم اذا انتم شايفينه هو بلس 3، يعني كم دي 3، لانه الكروم في المجموعه الفاتحه لما تشيل منه 3 اكرونات معناته بضل عندك دي 3. طيب هلا هذا الدي 3 معناته في عنده دي دي ترانزيشن، وهي الدي دي ترانزيشن هي عباره عن لابورت فوربيدن لكنها ايش سبين الاود، يعني الانتقال اللي بيحدث هنا هو spin allowed لبورت forbidden، عشان هيك الانتنسيتي للون ضعيفه. طيب ممتاز، اذا هي عباره عن دي دي ترانزيشن ولكنه اللون خفيف لانه زي ما قلنا هو عباره عن spin allowed لبورت forbidden. طيب الكروميت ايون، الكروميت هون اذا بتيجي بتطلع عليه على فكره هو بلس 6، لما يكون بلس 6 معناته الدي كم عنده؟ دي 0، فيش عنده ولا الكترون. طب معناته من وين جاي هذا اللون شديد الصفرة؟ بتقول لي معناته ما فيش احتماليه الا انه يكون ايش؟ تشارج ترانسفير ترانزيشن. عشان هيك بقول لك هنا هذا مركب
spin but labot forbidden relatively low molar absorptivity coefficient if the reason for the less intense و weak color. هلا الاكسديشن ستيت في الكروميت هي بلس 50. اذا هذا اللون الشديد من وين جاي؟ جاي من ال LMFT. ليش LMFT؟ هو charge transfer. ليش ليجان؟ تقول لي لانه هنا المعدن بلس 6 يعني اكيد في عنده شح في الالكترونات والاكسجين هنا عندها افواج الكترونيه حره وبالتالي فهو من الليجند للميتال تشارج ترانسفير. وهي نقطه هون بدنا نثيرها وهي انه احيانا الليجند تو ميتال طبعا بيكون في عندك بتلاحظ انه دائما الميتال بيكون شح في الالكترونات والمعدن بيكون عنده الكترونات عشان هيك بصير عندك ليجند تو ميتال تشارج ترانسفير. بعرفش اذا هي ذكرتها في المحاضره ولا لا فعشان هيك انا بذكرها هون في المتبدل. طب متى بيكون عندك ميتال تو ليجند تشارج ترانسفير؟ لما يكون عندك العكس، المعدن غني في الالكترونات، الليجند عنده مثلا باي ستار اوربيتال عندها شهيه للالكترونات وبالتالي بصير في عندك العكس اللي هو ميتال تو ليجند تشارج ترانسفير. طيب السؤال اللي بعد هيك بقول لك كبر 2 كومبلكس ار سكاي بلو، لونهم ايش؟ ازرق سماوي، لكن الكبر 1 كلرلس مش ملون. الكبر 1 غير ملون، الكبر 2 سكاي بلو كلر. برضه بنفس الطريقه دائما لما يسالك هاي النوعين اول شيء تعمله تطلع الالكترون كونفجريشن، بتلاحظ انه في الكبر 2 هو دي 9 الكبر 1 دي 10 تقريبا. هيك بينت الصوره، بينت الصوره. هلا الكبر 1 دي 10 معناته بتقول لي هذا مش راح يكون في دي دي ترانزيشن عشان هيك بنتوقع يكون كلرلس. طب الدي 9 بتقول لي نعم في انتقال، وكم انتقال؟ قلنا في عنده انتقال واحد، اذا في عنده سبين الاو دي دي ترانفيش عشان هيك ملون. الكبر 1 دي 10 معناته ايش؟ ما فيش فيه الكترونات نو سبين الاو دي دي ترانفيش، وبالتالي بيظهر عندك اللون المركب غير ملون. طيب هذا الجزء راح اكتفي فيه انا ان شاء الله، بس ارجع من الاجتماع نرد. خلينا نشوف الان هذا السؤال اللي هو على التنابل فوقان الديجرام. طبعا انا هون حاطط سؤال بسيط بس راح نحاول نناقش فيه عده نقاط. اول شيء بقول لك التنابل فوقان الديجرام فور دي 2 الكترون كونفجريشن، معطيك اياها انه دي 2 للاوكسيدرال مبين في الصوره هاي، اذا هي دلتا نود على بي واي على بي، معطيك الحالات. الان السؤال بقول لك طبعا السؤال احيانا بيجي ممكن هنا هو مسهل عليك العمليه، معطيك احيانا معطيك الكومبلكس، ما بكون معطيك ومعطيك اكثر من تنابل فوقان الديجرام. انت من الكومبلكس بتحدد الدي كونفجريشن وبالتالي لازم تختار التنابل فوقان الديجرام المناسب. فعشان هيك الان لما نيجي نطلع على هذا التنابل فوقان الديجرام هذا للدي 2 خلينا نشوف شو الاسئله المطلوب منه. اول شيء بيقول لك وات از ذا جراوند ستيت تيرم فور ذيس كونفجريشن ان ذا ابسنس اوف اليجنت فيلد. ايش يعني ان ذا ابسنس اوف اليجنت فيلد؟ يعني في عدم وجود اليجنت فيلد، يعني كانه بده اياه ايش؟ في الجراوند ستيت تيرم فوق ولا الفري؟ ايوه في هاي الحاله شو راح يكون عندك؟ قلنا هاي الجهه هي اللي بتمثل لك الجراوند ستيت تيرم فوق ولا الفري؟ ايوه اللي هي هون بتكون طبعا في هاي الحاله اللي هو التريبلت اف. اوكي طيب الان وات اف ذا جراوند ستيت ان ذا بريفنس اوف سترونج اوكتاهيدرال. لما تيجي عندك هون تيجي بنحكي معناته هون كانه بده هو الجراوند ستيت في وجود الليجند فيلد، وقلنا في هاي الحاله دائما وين بنيجي؟ بنيجي لهاي الحاله اللي هي بتمثل لك الجراوند ستيت للكومبلكس، وهذا شرحناه في التنابل فوقان الديجرام. قلنا دائما على الواي اكسس يكون في عندك هون طبعا غير الاي بي هاي التيرم هي للفري ايون، التيرم هذا بيكون للجراوند ستيت للكومبلكس، هدول بيكونوا الاكسايتد ستيت. طيب اذا في حاله وجود الليجند بتقول لي الجراوند ستيت بدها تكون التريبلت تي 1 جي. طيب السؤال اللي بعد هيك how many spin allowed dd transitions are expected for this complex and what are they؟ قديش عندك عدد الانتقالات المتوقعة على الدي دي؟ ولاحظوا مش أي انتقال، قال لك spin allowed، لأنه إذا مش spin allowed ممكن تختار أي واحدة من أي spin لأي spin، طبعا مش مقبولة بتكون من حيث selection rule. فبدك تيجي تاخذ الـ spin allowed قال لك معناته لازم أدور على
الحفاظ على المالتيبليسيتي. يعني ايش الجراوند ديفتيت؟ قلنا تريبلت تي 1 جي تريبلت، معناته الاكفايت ديفتيت كلياتهم لازم يكونوا عندنا تريبلت. اذا هاي، اذا من هون لهون هاي انتقال، طب وهاي برضه تريبلت، اذا برضه من الجراوند ديفتيت لهاي الاكفايت ديفتيت هاي انتقال، وايضا هاي تريبلت ايضا من الجراوند ديفتيت للاكفايت ديفتيت هاي انتقال. اذا كم انتقال عندي؟ ثلاث انتقالات سبين الاود دي دي ترانزيشن. طب شو هم هذول الثلاث انتقالات؟ بتقول لي الانتقال الاول تريبلت تي 1 جي للتريبلت تي 2 جي اللي هي لحد هون من هون لهون. الانتقال الثاني بده يكون تريبلت تي 1 جي للتريبلت تي 1 جي، بس هذول الحالتين انتبهوا مختلفات. هاي التريبلت تي 1 جي جاي من سبليتنج للتريبلت اف، وهي التريبلت تي 1 جي جاي من سبليتنج للتريبلت بي. اذا هذا الانتقال الثاني. طب شو الانتقال الثالث؟ قول الانتقال الثالث هو تريبلت تي 1 جي للتريبلت اي 2 جي. طيب انا بدي اضيف عليهم كمان سؤال، قال لك مين من هذول بتتوقع يكون اللوست ان انرجي؟ بتقول لي اللوست ان انرجي هي بتتوقع يكون من هون لهون، هذا الاقل في الطاقه، من هاي لجراوند ستيت لاول اكسايتد ستيت، هذا انا بتوقع يكون عندك هو الاقل في الطاقه. طبعا هذا السؤال ممكن يكون معطيه بيانات اخرى زي البيك الاولى والبيك الثاني، يطلب منك زي ما ورجيناكم في المحاضره كيف تطلع الدلتا، كيف تطلع البي اللي هو الركاح باراميتر، وهذول لازم تكون عندك القدره على التعامل معهم. يعني قلنا انه ممكن احنا باستخدام تنابي فوجانو دياجرام انه نحصل على الركاح باراميتر بي ونحصل على الدلتا في حاله المعقد. فلازم تكونوا تعرفوا كيف تطلعوا هاي العلاقات بالاضافه للتعامل مع التنابي فوجانو دياجرام. طيب هيك انا بتوقع يعني تقريبا اعطيت كثير من الاسئله على هذا الشابتر. اذا في حدا عنده اي سؤال انا ان شاء الله بجاوب لكم عليهم، اذا ما فيش خليني اخذ الغياب والحضور. ما في اسئله؟ فيش اسئله يا شباب يا بنات؟ ما في أسئلة؟ لا لا دكتور ما في.